أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا دائما أقول والله لا أفعل كذا وما أفعل، وأقول والله لا أدفع عن أخي في المطعم فيدفع قبلي، فماذا أفعل؟ إذا قصدت اليمين، إن كان جرت اليمين على لسانك من دون قصد فليس بها شيء، هذا لغو اليمين. أما إذا قصدت عقدها وخالفتها أو خالفها المحلوف عليه تلزمك الكفارة بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.